السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم كيك من أروع الكيكات اللي جربت وحضر. كيكة السويدية اللي كتجي هائلة جدا، راقية لا من حيث الشكل ولا المذاق، الأهم أنها سهلة جدا يعني وناجحة مليون في المئة. ولا جربتيها غتعجبك بزاف، ولا قدمتيها لضيوفك أكيد غيطلبوا منك المكونات ديالها. لذا بقاي معايا نشوف مقادير وطريقة التحضير من أول الفيديو للآخر ديالو. في البانية ولا في إناء غادي نوضعوا 3 ديال البيضات يكونوا بحارة المطبخ كما العادة، نجبدوهم من قبل من الثلاجة. كيف قلت هذه الكيكة سويدية الأصل، يعني المكونات ديالها مضبوطة، ولكن أنا غندير بعض التغييرات على حساب اللي كيولنا حنا طبعا كمغاربة. كيس من الفانيلا أو السكر المنسم بالفانيلا، غنضيفو رشة من الملح، وكأس من السكر ما يعادل 150 غرام. غنضربوهم مزيان حتى كيتضاعف الخليط كيبيض ويعني كيرجع مهوي مزيان. عند كنضيفو باقي المكونات، مي كيتضاعف الحجم ديالها وكت يعني تطرب مزيان كنضيفو تقريبا، يعني عبرت لكم بالكاس ديال العنبه، نصف كاس من الزبده المذابه. هاد الكيكه كدار بالزبده ماشي بالزيت، كتجي نتيجه احسن. ونصف كاس، اقل من نصف كاس من الحليب، تقريبا 71 مليلتر من الحليب، يعني ثلث الكاس من الحليب، وكيس ونصف من خميرة الحلويات اللي درت. وغادي نعبروا اولا غادي نوجدوا كاس اخر باش نضيفوا شويه بشويه. الاساس نحصلوا على خليط خفيف، مقاس ما تقيلش بزاف، باش تجينا النتيجه مزيانه وما تقبلش لينا الكيك ويجينا خفيف ومهوي من الداخل. تقريبا ازت لي جوج كيسان لاروب اولا كاسونس اللي كتهز في هذه الحدود، يعني تقريبا بين 160 حتى 170 من الدقيق، ممكن توصل حتى ل 200 غرام اذا كان الدقيق اللي ما كيشربش، وحتى البيض حجم ديالو كبير، يعني في هذه الحدود. الاساس كيف قلت العجين يكون لينا خفيف بحال هذا الشكل. صافي كنوجدوا المول ديالنا اللي كنرشوه كندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق، او ممكن نفرشوه غير بورق ديال الطبخ. وكما لاحظتوا الخليط ديالنا خفيف كنوضعوه بهذا الشكل. بالنسبه للمولي درت انا في 25 على 24، ممكن ديروه اقل وتجيكم عاليه، ممكن ديروه اكبر وتجيكم يعني حاضره. من الاحسن تكون في حدود ديال 24 على 24 او 23 على 23، كتجي هي هذيك مزيانه. ما عندناش الغراض تطلع لينا بزاف، داكشي علاش درنا غير كيسو نصف من خميره الحلويات ودرناها حتى خفيفه باش ما تقببش كيف قلت بزاف. غندخلوها على 170 درجة إلى عندنا فرن كهربائي، أو نقصو العافية مزيان فرن غازي وندخلوها طيب على خاطرها. ملي كتقرب طيب لينا تقريبا واحد 10 دقايق كنوجدو هاد الطبقة. كيف قلت كتجي زوينة بزاف، فيها 3 د المعالق ديال الزبدة، حاولت نعبر لكم بالميزان وبالمعلقة. 3 د المعالق كبار تقريبا 60 غرام ديال الزبدة. أنا استعملت هنا زبدة حيوانية، ممكن تستعملو ماكارينا، هي هاديك كيجي المذاق ديالها أحسن. غادي نوضعوها فوق النار حتى كتذوب مزيان، يعني خليوها تذوب تماما، وكنضيفوا ليها المقادير كامله اللي غتلقاوها طبعا مكتوبه بالتفصيل اسفل الفيديو في خانه الوصف. ملي كتذوب بحال هكا كنضيفوا ليها السكر. بالنسبه للسكر فعندنا 60 غرام تقريبا 4 ديال الملاعق بهذا الشكل. نخلطوا واحد شويه ونزيد جوج معالق كبار من الدقيق يكون عامر مزيان، الدقيق الابيض، وثلاثة ديال المعالق كبيره من الكريمه او القشده. الا ما عندناش نديروا علبه من الياغورت الطبيعي. درت هنايا 3 هاد المعالق اما عامرين مزيان او 4 ممسوحين، و 100 غرام من اللوز إيفيلي ما يعادل كاسونس. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان، كاسونس من اللوز إيفيلي كنخلطو مزيان غير بدا كيغلي وكيدير فقاعات، كنخليوه فقط دقيقه وحده وكنحيدوه من على النار.
غادي تيكون جاهز. الاحسن نحركو بملعقه خشبيه حتى كيف قلت يبدا يغلي. مور ما كيبدا يغلي حسبوا الدقيقه كيبدا هو كيدير فقاعات كيف قلت يعني، وكنكرر باش ينجح معكم. هو اكيد ساهل ونجح، ما فيه زعما شي تعقيدات. مباشره كنحيدوه من النار وكيكون الكيك ديالنا جبدناه من الفرن مباشره. غير تنجبدوه تنوضعوا فيه هذه الطبقه اللي ما توفرش ليهم اللوز إفيلي او جاهم شويه غالي يديروا كاوكاو إفيلي. هو اللوز كيكون المذاق ديالو بصراحه احسن، و100 و100 غرام فما هي ما كثيراش بصراحه، ما غاديش تجي مكلفه. وكيبقى طبعا الحساب الامكانيات ديال كل شخص. كناخذوا هذاك الخليط وكناخذوه نوزعوه، يعني كنجمعوه في بلاصه واحده عاد كنبداو نوزعوه باش ما كيبقاش تهز لينا طبقه ديال الكيك مع المعلقه. ووزعوه بشكل متساوي حتى نوصلوه لاطراف كامله هكذا كما كتشوفوا عن قرب. الفران راه مازال مشعول ما كنطفيوهش، غير حنا كنزيدو في درجه الحراره. فرن كهربائي تقريبا 180 درجه وفرن غازي غنجهدو غير باش يتحمر لينا، يعني تكون العافيه غير فوق من الكيك لانه ديجا محمر وطايب، فما غيحتاجش غير طبقه ديال هذا تقرمش وتحمر واللون ديالها محمر وزوين. يعني واحد 15 دقيقه وكيبقى طبعا على حساب الفرن ديال كل وحده فينا. يعني كاين الفرن اللي كيطيب دغيا كاين اللي واخا كتكوني دايره له 180 200 اعتذر كيتعطل. الاساس اننا نشوفوا اللون ديالو تحمر غيبان لينا ونخرجوه تيكون جاهز. بعد ما كيوجد يعني ممكن ديك الساعه تدهنيه باللي بغيتي او تقدميه كما هو، ماشي شرط انك تدهنيه كما كتشوفوا عن قرب. خليه غير واحد شويه ونقطعوه ما نخليهوش بزاف لان الطبقه المقرمشه كتجمع فملي كتبغيو تقطعو كيبدا كيتهرس. انا خليته غير 10 دقائق فقط وكل ما قطعت كنزيد مازال نقاد بيديا اشكل مربعات او مستطيلات اللي بغيتو. كنتو درتوه دائري غتقطعوه مثلثات، هو يعني في مول مربع كيجي احسن. كنحاول نقادهم يجونا مقادين مستمر. كنقطعها بنفسك ونخليها تبرد تماما عاد كنزولها ونقدمها. كتجي هائله كيف قلت، تعجبكم بزاف، مذاق رائع وراقي. وكما لاحظتوا راها ساهله ما فيهاش بزاف التعقيدات الطبقه الفوقانيه كتجي مقرمشه كيف قلت، ولكن تعطوها كتجي ولا اروع. والكيكه من التحت هشيشه وخفيفه، مزيج كيستحق التجربه. ومع السلامه وشكرا لكم دائما وابدا على التشجيعات وعلى الدعم المستمر، والى اللقاء في فيديو وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.